طيب معايا صلاح سليمان لاعب نادي انبي الجديد والزمالك السابق، عايزين نبارك له. مبروك يا صلاح. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. خلاص استقريت اخيرا؟ الحمد لله، يعني خلصت الموضوع مع مجلس الاداره واتفقت معاهم ان انا كانت هتبقى طبعا فرصتي صعبه بالنسبه للجهاز الفني، ومجلس الاداره كان عايزني اقعد وكان ليا فرصه ان انا اقعد. بس انا طبعا واحد من الناس ما بحبش اقعد، من صغري في المنتخبات الناشئين والشباب والاولمبي بلعب، وحتى في نادي الزمالك مع المدربين كلها كنت بلعب، فده كان مشكلتي ان انا ما ينفعش اقعد من غير ما العب. فرحت مع اداره كويسه برضو نادي انبي، فريق محترم، جهاز فني طبعا كابتن طارق، واتفقنا على كل حاجه ومضيت سنتين الحمد لله. ضامن انك تلعب في انبي؟ ده بالملعب؟ لا ما فيش ضامن يا كابتن، حضرتك لاعب كوره كبير وفاهم، بالملعب الملعب موجود طب ما ان هو شاء الله. ما هو الزمالك كان الملعب موجود، ولا انت حاسس ان الزمالك كانت الفرصه بعيده اصلا؟ الزمالك الملعب موجود بس انا ما شفتهاش، ما شفتش الملعب. يعني انا الزمالك ما شفتش الملعب، ما هو الزمالك كان موجود، ما كان، هي وجهات نظر طبعا حضرتك تعرف. طبعا مدربين كتير ولعبت الحمد لله مع كله، كابتن حسن، كابتن حلمي، كابتن ميدو، فييرا، كل اللي جم الحمد لله لعبت اساسي معاهم. وجهة نظر الجهاز الفني الجديد فاكيد احترمها طبعا. تمام مفيش مشكله. كان عندك عرض من امبي، كان عندك عرض من الاسماعيلي، وكمان كان في عرض من تمام. بتروجيت تقريبا، ولا ايه؟ والمصري والشرطه عراقي. والمصري. طيب يعني اختيارك وتفضيلك لامبي ليه؟ طبعا الانديه التانيه انديه محترمه وانديه كبيره طبعا، نادي الاسماعيلي ونادي المصري، بس انا موضوع امبي انا كنت عايز ابعد شويه عن حته الجمهور، عايز مثلا في مكان استقر فيه شويه، العب سنه ارجع تاني اثبت نفسي. هو انت لعبت لكن الجماهير اصلا يا صلاح؟ انت في الزمالك ما كانش فيه جمهور بيحضر خالص. لا 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 انا لا، الجمهور كان برضه ايام الكابتن حسن موجود معاه، مش جمهور ان انا مثلا احنا عندنا جمهور نادي الزمالك رقم واحد عنده المكسب والبطولات، فان هو يحضر ولا ما يحضرش، لا هو الناس بتقابلك وبتقابلك في الشارع فاهم. وبتتكلم معاك اكيد، انت يعني عايز ما يبقاش في ضغط خالص عليك، عايز تلعب كوره تبقى وبس. شويه ضغوط، عايز العب كوره بقى. واخترت نادي انبي، واداره محترمه وشركه محترمه وكابتن طارق طبعا مدرب كويس، واتفقنا على كل حاجه وربنا كابتن يكرم. مين اللي كلمك من نادي انبي؟ هل كابتن طارق العشري هو اول واحد كلمك، ولا حد من كابتن المسؤولين طارق وكابتن عبد الناصر كلموني. كلموك والموضوع خلص بسرعه؟ الموضوع خلص كده، استغنى حتى في كان 3 استغناءات طالعين للنادي الاسماعيلي والنادي المصري ونادي انبي، يعني كان متحدد 3 استغناءات يطلعوا من النادي، فانا استخرت ربنا وتوكلت على روح نادي انبي. وهل كان ليك وللناس ما تعرفوش انا نادي الزمالك، انا سايب في نادي الزمالك برضو عشان حبي للنادي مش اكتر، انا سايب 3 مليون جنيه من نادي الزمالك، انا لعبت 4 سنين في نادي الزمالك خدت 920,000 جنيه، يعني الموسم ب 300,000، وما اتكلمتش عن جنيه نادي الزمالك، طلعت برضو بالشكه من نادي الزمالك ده مبدئيا. فالموضوع برضو ان انا كمان كنت هقعد وما العبش كوره، لا ده حرام بصراحه. انا كان عندي امكانيه ان انا اقعد بس ما العبش كوره يا كابتن وائل، لا دي بتبقى مشكله. انا بالنسبه لي كده انا مش عايز فلوس، انا عايز العب. طب ومشيت بفلوس في الاخر يعني؟ خد نادي الزمالك خد فلوس فيك ولا ما خدش؟ ده انا ليا فلوس يا كابتن، اصل والجهاز كانوا الفني مش عايزني يعني هم كانوا مش ادفع يعني فلوس. هو كان فهمت. معروض عرض ان انا جدد سنه واطلع اعاره، بس انا قلت انا موجود في اي وقت، انا بس انا عايز استغنى. قالوا لي الاستغناء بتطلع موجهه، خدت الاستغناء موجهه. عشان كانوا خايفين انت تروح الاهلي يعني. ما اعرفش بقى، هم قالوا لي لازم الاستغناء تطلع موجهه. طب القيمه الماليه اللي انت اتفقت فيها مع ام بي، هل كنت طالب اكتر من كده ولا هو ده اللي انت كنت عايزه؟ هو انا موضوع ام بي هم اتكلموا معايا في جزئين، انا رديت بناء على اللي انا مثلا في ال4 سنين اللي فاتوا ما اخدتش فلوس كويسه من النادي، بس انا ان انا رديت وجادلت معاهم، انا لو اخد فلوس كويسه في نادي الزمالك انا ما كنتش هتكلم معاهم في حاجه، بس انا جادلت في حاجه صغيره بس وانتهت يعني الحمد لله. تمام. صلاح بتمنى لك التوفيق ان شاء الله بقى، بدايه جديده، ويعني ترجع اسمك مره اخرى اللي 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 كنت عامله مع منتخبات الناشئين والمنتخبات المصريه ان شاء الله يا كابتن، ربنا يخليك. بشكرك جدا صلاح سليمان لاعب نادي انبي.